اليوم كان اللقاء 11 للقاءات التشاورية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهي جهة مهمة جدا باعتبارها قطب إداري صناعي اقتصادي وفلاحي، فكان يعني التواصل جيد جدا مع المجتمع المدني مع يعني المنتخبين في الجهة وفي المجالس الإقليمية والمحلية تحت إشراف السيد ولي الجهة والسيد رئيس الجهة. كان تقديم الملامح الكبرى ديال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اللي هي كترتكز على أسرة متضامنة، متماسكة، رافعة للتنمية الاجتماعية والمستدامة، كتعتمد على عدد من الآليات، فيها الرقمنة، فيها الجودة، فيها المقاربة المستدامة، ولكن العنصر الأساسي هو تأهيل الرأسمال البشري، وهذه يعني لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أراد صاحب الجلالة نصره الله، وأيضا كما جاءت في البرنامج الحكومي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما قلت لي هي مخرجات مهمة ديال النموذج التنموي الجديد. فكان أيضا تقديم واحد لبغينا نقولوا تجسيد ديال هاد الاستراتيجية الجديدة اللي هو مفهوم جسر Green Innovative Social Regeneration to Empower People، اللي هو واحد المقاربة جديدة لتأهيل مراكز التعاون الوطني واللي غتكون فيهم الالتقائية ما بين وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، اللي لاحظنا أن القطب الاجتماعي بصفة عامة داخل القطب الاجتماعي ومن خارجه ما كيناش التقائية، فلهذا اقترحنا أن خلق واحد القطب جهوي اجتماعي كيعتمد الرقمنة باش تكون فيه الرصد ديال جميع البرامج الاجتماعية والتتبع ديالها، لأن هناك ميزانيات كبرى ترصد للشأن الاجتماعي ولكن الأثر ديال البرامج كيبقى ضعيف والمواطنين ما كيستافدوش من هذه الامكانيات. فلهذا حنا كنقترحنا وكنشكر السيد الوالي والسيد الرئيس على يعني التعاون ديالهم، اقترحنا باش تكون هذه الالتقائيه. وغادي نختم باننا يعني هناك ايضا شراكه بالاضافه لواحد 50 مليون ديال الدرهم اللي هي هذه السنه مرصوده لجهات الرباط سلا القنيطره اللي خلق مشاريع وبرامج مراكز اجتماعيه، زدنا عليها 10 مليون ديال الدرهم، فيها 6 مليون درهم لتأهيل وتمكين الاقتصادي للنساء و4 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة.